يا مساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم فيها تفاصيل واحداث كتير جدا هنتكلم فيها على مدار ساعه من دلوقتي، وبالتحديد كل الامور اللي بتدور في اذهان جمهور النادي الاهلي واللي ممكن تكون متواجده على السوشيال ميديا تحديدا في اخر 24 ساعه. تفاصيل كتير جدا هنتكلم فيها على مدار حلقه اليوم. دايما تفاعل حضراتكم معنا بيكون مهم، فبالتالي سؤال الحلقه عبارة عن رأيك إيه هو الملعب اللي يكون أفضل لاستضافة المباراة النهائية ما بين الأهلي والزمالك يوم 27 في نهائي دوري أبطال أفريقيا. هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم كما هو المعتاد. البداية دايما بتكون بأهم العناوين، نشوف يلا. في ترند الأهلي، نهائي دوري أبطال أفريقيا يتجه لاستاد القاهرة. الفريق الأول يواصل تدريباته على ملعب التتش. أما في الترند العالمي، جوارديولا وكلوب يطالبان بعودة التغييرات الخمسة بالدوري الإنجليزي. ملف وأزمة مهمة جدا هنتكلم فيها بتفاصيل كتير جدا هتكون بعد الفصل، استنوا.